أيها الأخوة، هذه السكينة نور من الله وروح منه، يسكن إليها الخائف، يطمئن عندها القلق، يتسلى بها الحزين، يستروح بها المتعب، يقوى بها الضعيف، يهتدي بها الحيران. هذه السكينة نافذة على الجنة يفتحها الله للمؤمنين من عباده، تهب عليهم نسماتها وتشرق عليهم أنوارها ويفوح شذاها وعطرها، ليذيقهم بعض ما قدموا من خير، وليريهم نموذجاً لما ينتظرهم من نعيم. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي القرب من الله، ومع القرب السكينة. ماذا يفعل أعدائي بي؟ قال أحد العلماء: بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن حبسوني فحبسي خلوة. فماذا يفعل أعدائي بي؟ قال تعالى: ويدخلهم الجنة، عرفها لهم، ذاقوا طعمها في الدنيا. ويدخلهم الجنة، عرفها لهم يوم كانوا في الدنيا. ينعم من هذه النسمات بالروح والريحان والأمن والإيمان. أيها الإخوة الكرام، أسباب السكينة لدى المؤمن. أول أسباب السكينة لدى المؤمن أنه هدي إلى فطرته التي فطره الله عليها، هي فطرة متسقة ومنسجمة ومتجاوبة مع فطرة الوجود الكبير كله، فعاش المؤمن مع فطرته في سلام ووئام، لا في حرب وخصام، ومع من حوله في شفافية ومشاركة، لا في وحشة وعداوة. تفاصيل 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 المنهج الإلهي ينطبق على تفاصيل 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 الفطرة. أنت حينما تصطلح مع الله تصطلح مع فطرتك. إن في القلب شعثاً لا يلمه إلا الإقبال على الله. غني عنده فراغ، قوي عنده فراغ، ذكي عنده فراغ، وسيم عنده فراغ. في القلب فراغ لا يملأه إلا الإيمان بالله والاتصال به. إن في القلب شعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه، وفي القلب نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه وقدره، والصبر على ذلك إلى يوم لقائه. وفي القلب فاقة لا تسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، وتظل الفطرة الإنسانية تحس بالتوتر والجوع والظمأ حتى تجد الله وتؤمن به وتتوجه إليه، عندها تستريح من تعب وترتوي من ظمأ وتأمن من خوف، وتحس بالهداية بعد الحيرة، وتشعر بالاستقرار بعد التخبط، وتطمئن بعد القلق. أيها الإخوة الكرام، إن الإنسان خلق عجيب، جمع بين قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله، فمن عرف جانب الطين ونسي نفخة الروح لم يعرف حقيقة الإنسان، ومن أعطى الجزء الطيني فيه غذاءه وريه ولم يعطى الجانب الروحي
من الإيمان بالله والإقبال عليه فقد بخس الفطرة الإنسانية حقها، وجهل قدرها، وحرمها ما به حياتها وقيامها. قد تتراكم على هذه الفطرة صدأ الشبهات أو غبار الشهوات، وقد تنحرف، وقد تتدنس باتباع الظن أو اتباع الهوى أو التقليد الجاهل للأجداد والآباء أو الطاعة العمياء للسادة الكبراء، وقد يصاب الإنسان بداء الغرور والعجب فيظن نفسه شيئاً يقوم وحده ويستغني به عن الله، بيد أن الفطرة الأصيلة تذبل ولا تموت، لا تيأس، وتكمن ولا تزول. فإذا أصاب الإنسان من شدائد الحياة ومصائبها ما لا قبل له به ولا يد له ولا للناس في دفعه ولا رفعه، فسرعان ما تزول القشرة السطحية المضللة وتبرز الفطرة العميقة الكامنة. يعني الآن بعد انكشاف الغرب وبعد لؤم الغرب وبعد عدوانات الغرب وبعد استباحة الحقوق الإنسانية في الغرب، بدأ الناس يعودون إلى فطرتهم، بدأ الدين يقوى، بدأ الشعور أن الحل في الإسلام. أيها الإخوة الكرام، إن غير المؤمن يعيش في الدنيا تتوزعه هموم كثيرة وتتنازعه غايات شتى، هذه تميل به إلى اليمين وتلك إلى الشمال، فهو في صراع دائم داخل نفسه، وهو في حيرة بين غرائزه الكثيرة. أيها يرضي؟ يرضي غريزة البقاء أم غريزة النوع؟ وهو حائر مرة أخرى بين إرضاء غرائزه وبين إرضاء المجتمع الذي يحيا فيه، هو حائر مرة ثالثة أي فئات المجتمع يرضي. وهنا يذكرون الحكاية المشهورة، حكاية الشيخ وولده وحماره. من دون سكينة، من دون صلة بالله، من دون معرفة بالله، من دون إيمان باليوم الآخر، الإنسان في حيرة. ركب الشيخ ومشى ولده وراءه، فتعرض الشيخ للوم النساء. ركب الولد ومشى الشيخ، فتعرض الولد للوم الرجال. ركبا معا فتعرضا للوم دعاة الرفق بالحيوان. مشيا معا والحمار أمامهما فتعرضا لسخرية الأولاد. ماذا بقي؟ أن يحمل الحمار. من دون إيمان، من دون سكينة، من دون منهج، من دون هدف، من دون وحي إلهي، من دون بيان نبوي، من دون يقينيات، من دون ثوابت، من دون مبادئ، من دون تصورات صحيحة، الإنسان في حيرة. والآن البشر جميعاً في حيرة، كل يدعي وصلاً بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. أيها الإخوة، استراح المؤمن من هذا كله وحصل الغايات كلها في غاية واحدة عليها يحرص وإليها يسعى، وهي رضوان الله تعالى وحده. لا يبالي معها برضا الناس ولا بسخطهم، شعاره ما قاله الشاعر: إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. أيها الإخوة، من بطولة الإيمان أن المؤمن جعل همومه كلها هماً واحداً، هو سلوك الطريق الموصل إلى مرضاة الله تعالى. والذي يسأل الله تعالى أن يهديه إليه في كل صلاة عدة مرات: اهدنا الصراط المستقيم، هو طريق واحد لا عوج فيه ولا التواء، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه،
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحق واحد لا يتعدد، أما الباطل لا ينتهي تعدده. عمرك القصير يمكن أن يستوعب الحق، لكن مستحيل وألف ألف مستحيل أن يستوعب الباطل. فالنصيحة أن تستوعب الحق، وليكن الحق مقياساً لكل شيء. أيها الإخوة، ما أعظم الفرق بين رجلين، أحدهما عرف الغاية وعرف الطريق إليها، وآخر ضال يخبط في عماية ويمشي إلى غير غاية، لا يدري إلى ما المسير ولا إلى أين المصير. قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. أيها الإخوة الكرام، إن في أعماق الإنسان أصواتا خفية تناديه، وأسئلة تلح عليه منتظرة الجواب الذي يذهب به القلق وتطمئن به النفس. ما العالم؟ ما حقيقة الدنيا؟ ما حقيقة الكون؟ ما حقيقة الإنسان؟ من أين؟ وإلى أين؟ ولماذا؟ هذه الأسئلة يجيب عنها الدين إجابات عميقة متناسقة متكاملة مرضية لا تحتاج بعدها إلى سؤال. أيها الإخوة الكرام، المؤمن وقد اتصل بالله عز وجل يعيش في معية الله، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. الشعور بمعية الله شعور لا يقدر بثمن. قال العلماء: المعية العامة وهو معكم أينما كنتم معية العلم، أما المعية الخاصة هي معية التوفيق، معية الحفظ، معية النصر، معية التأييد، وهو معكم أينما كنتم معية عامة. أما إن الله مع المؤمنين، مع المتقين، مع الصادقين، هذه معية خاصة. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، الإنسان إذا تعرف إلى الله واستقام على أمره انعقدت صلته مع الله. هذه الصلة تحتاج إلى استقامة. ليس معنى هذا أن المؤمن لا يخطئ، المؤمن يخطئ، لكنه لا يصر على خطائه، مذنب تواب، سريعاً ما يتوب إلى الله عز وجل. فالإنسان إذا استقام على أمر الله بعد أن عرفه انعقدت صلته مع الله. من خلال هذه الصلة الصحيحة تأتي السكينة. السكينة أكبر عطاء إلهي. أنت إنسان آخر، إنسان متفائل، إنسان تشعر أنك على الطريق الصحيح، إنسان تعيش ما وعدك الله به في جنة عرضها السماوات والأرض.